قالوا أنك من الشعراء الذين كتبوا ومجدوا في زمنين مختلفين في العراق. لا، أنا كتبت، حتى أكون واقعي جدا، كتبت بعض الأغاني في زمن نظام السابق، لكن يعني بعد 2003 بعد الاحتلال كتبت فقط الأغاني أنا اللي مسؤول عليها، الأغاني فقط في حب العراق واللي كانت. مو عفوا قاطعك، يعني قرأنا يعني اسمك في أحد الانشودات للمالكي. هاي والله اسم زين جبتها، يعني حتى أبين الحقيقة. يعني احنا شفناها على أحد القنوات وكلمات محمد رحيم الطائي. صحيح. هاي الأغنية أنا كتبتها في الانتخابات، كنت مدير حملة إعلامية. نور المالكي؟ لا مو نور المالكي، لا مستحيل مستحيل. أنه بس المشكلة وين؟ وأنا مسؤول عن كلامي، والمخرج صاحب بزون الحسناوي اسمه موجود، والرجل أيضا مدير إنتاج، والكاتبين الإشراف العام، يعني المهم هم زملائنا بالمهنة. أكيد أكيد. بس هم موجودة، أسماءهم موجودة على شو اسمه. وأنا خابرت واعترضت، بس بعد إيش؟ بعد خراب مكة. يعني الأغنية أخي أنا كتبت، أنا كنت مدير حملة إعلامية في محافظة ميسان. اللي تجمع مستقل، تجمع تجار. جميل. رادوا يسوون تجمع حتى يكون استثمار اكو بالمحافظة. جميل. فدزوا عليك مدير اعلامي. انا كتبت اغنية، شفت انه الناس محتاجة لاغنية، فقلت لهم يا بقى راح اكتب اغنية. جميل. كتبت اغنية انا اوصي الناس، لسان الناس، اريد واحد خوش انسان، اريده ما يبوك، اريده يفتح بابه، اريده بشمولية مو يم المالك القضية. يعني اذا اريد نحسبه خب احسبه على ابو التجمع اللي كاتب لي اياه مثلا. صحيح. فالرجل في وقتها كان الله يرحمه الفنان اتصلت بي ضياء حسين، قلت له ضياء الله يرحمه ان شاء الله، قلت له ضياء اكو هيك موضوع اريدك تسجله، قال اوكي ما عندي اشكال. اتصلت بالملحن محمد هادي لحن الاغنيه، حجزنا الاستوديو. فالرجل صاحب التجمع قال انا ما اقدر، انا محافظه تعرف يعني عشائري وكذا، وانا رجل يعني البس زي العربي اللي قالها. فقال ممكن اجله، قلت له اوكي اترك الموضوع، استثقلها. فخليت الموضوع، قلت له محمد هادي ما يعني اترك الموضوع. استاذ محمد سوى، خلى العزيز يحيى العلاق، تحياتنا ايضا ليحيى ابو، كمل الاغنيه. اوكي ماكو اشكال، حتى من كملها يحيى سمعتها مو يحكي عن واحد. صحيح. المشكله وين اجت استاذ؟ المشكله بتوليف الاغنيه. توليف الاغنيه انا اقول الريد الزين وناظر عمره تطلع لصوره السيد المالكي، مع جل احترامي للمالكي. نعم. لغير المالكي أكيد أكيد. بس هي هسه نفسها اقدر اشيلها. اكيد المقصود مو المالكي كسياسه، احنا نقول هسه اقدر اشيلها اخلي صوره استاذ ايال العلاوي. صحيح. اشيلها اخلي صوره حسام النجيح. موضوع توليف مو انا، ما هي القضيه من التوليف مو يم يعني مو انت منطيها لهذا القناه. كتبت يعني انا بعد الاحتلال كتبت لاحمد الصياد جرح بغداد وموجوده تبث للعراق فقط، وكتبت لقيس السامر اللي فازت في استفتاء السومريه قضيه الصوره كانت انه ضد الطائفيه. و يعني ما اتذكر بعد البن كتبت، اكو شاب اسمه نزار كاظم اعمى ضرير كتبت له اغنيه وطنيه فقط على الوطن، ما كتبت لاي انسان اخر. جميل. اكيد احنا يعني نتيح هذه الفرصه انه يعني ترد على هذا اللي قيل واللي يقال. لا انا سعيد جدا لان وصلتني شغلات ما كانت يعني كاسم استاذ محمد رحيم الطائي، يعني من احنا اكيد يعني خصوصا هاي الفئه العمريه الشابه جنة صغار تكبرني يعني اكيد اعتزازنا بك وحبنا الله يسلمك. فلما نسمع هذا الكلام اكيد نطالبك بالتوضيح. لا خلال خصوصا برنامج بالمناسبه ايضا انا ازيد، انا على صفحتي الشخصيه طرحت هذا الموضوع. قلت لهم هاي الاغنيه انا ترى ما كاتبها لاي شخص، وهاي قضيه بالتوليف والله وما ادري. انا كنت بالعماره وشفت الاغنيه قدام بالتلفزيون. يلا